أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 3 في السيزون الجديد للموسم الدراسي 2021-2022. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت عنوان العناصر الانتقالية. نبدأ نتعرف على الضيوف اللي هيبقوا معانا في الحلقة. هيكون معانا في الحلقة الأستاذة صفاء أحمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. هيكون معانا أيضا في الحلقة مستر هاني الزخار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مستر أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم. هيكون معانا أيضا في الحلقة مستر عبد الله عاشور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير مستر أحمد. أخبار حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. هيكون معانا أيضا في الحلقة مستر أحمد محمد عبد العال. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. أهلا بيك يا فندم. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر حسين محمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير مستر احمد، كل طلابنا في مصر كلها باذن الله. ان شاء الله حلقه موفقه ونتمنى مشاهده ممتعه للطلاب اللي هتتابعنا. استنونا فاصل قصير ونرجع لكم تاني. بشرى هامه لطلاب الثانويه العامه للعام الدراسي 2021 و2022. بادر بحجز نسختك من كتاب مدرس على الهوى في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا. كتاب مدرس على الهوى هو كتاب مستقل لكل مادة. يحتوي كتاب مدرس على الهوى في كل مادة على كم هائل من الأسئلة على كل أجزاء المنهج. سوف يتم حل هذه الأسئلة من خلال الشرح والتحليل على الهواء مباشرة في حلقات البرنامج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. توزيع الكتاب هيكون حصري من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، طبعا اساتذتنا الافاضل اللي معانا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الاسئله على الجزء الاول في المنهج اللي هو العناصر الانتقاليه. ولكن قبل ما نخش في المنهج هنستاذن الاستاذه صفاء احمد هتدينا اوفر اول فيو كده على المنهج او نظره شامله على المنهج قبل ما نبدا في الاسئله بتاعتنا. اتفضلي استاذه صفاء. في البدايه طبعا بحيي جميع زملائي الافاضل، وبحيي طبعا كل طلاب الثانويه العامه، وإن شاء الله تكون سنة خير وسعيدة على الجميع. أولاً منهجنا منهج كيمياء مكون من 5 أبواب. الباب الأول بنتكلم فيه عن العناصر الانتقالية، الباب الثاني بنتكلم فيه عن التحليل الكيميائي، الباب الثالث بنتكلم فيه عن الاتزان الكيميائي، الرابع بنتكلم عن الكيمياء الكهربية، والباب الخامس عن الكيمياء العضوية. واحنا بنتكلم النهارده فطبعا بدايه هنتكلم عن الباب الاول. الباب الاول اللي بنتكلم عليه العناصر الانتقاليه. طلبه تانية ثانوي درسته وانت في تانية ثانوي درست طبعا الجدول الدوري. الجدول الدوري مكون من 4 فئات، الفئه اس والفئه بي، درسناها في سنه تانية تحت مسمى العناصر الممثله. درسنا كمان العناصر الانتقاليه اللي هي عناصر الفئه دي وعناصر الفئه اف، ولكن عناصر الفئة دي بتسمى بالعناصر الانتقالية الرئيسية، وعناصر الفئة F بالعناصر الانتقالية الداخلية. احنا النهاردة طبعا هنبتدي بابنا الأول بالعناصر الانتقالية الداخلية الرئيسية، سوري، العناصر الانتقالية الرئيسية عناصر الفئة دي. عناصر الفئة دي طبعا بتقع في وسط الجدول ما بين الفئتين طبعا الفئة S والفئة B، بتقع في وسط الجدول في 10 صفوف رأسية بنقول بثمانية مجموعات. العناصر دي بتنقسم لأربع سلاسل أفقية بتبتدي في الدورة الرابعة طبعا في المستوى الرئيسي الرابع، ولذلك بنقول بتبتدي بعد عنصر الكالسيوم بداية من السلسلة الانتقالية الأولى، بتبتدي من أول عنصر السكنديوم إلى عنصر الخرسين. طبعا النهاردة بنتكلم على التوزيع الإلكتروني للعناصر الانتقالية الرئيسية عناصر الفئة دي.
طبيعي ان انا طبعا في الدوره الرابعه يبقى انا هبتدي بالفور اس، ثم بعد ذلك ببتدي ان انا املا الثري دي تبعا لبنقول مبدا البناء التصاعدي اللي خدناه في سنه ثانيه، اللي هو بيقول لي ايه، تملا المستويات الفرعيه المنخفضه في الطاقه اولا ثم طبعا الاعلى. ولذلك انا في السلسله الانتقاليه الاولى اللي انا هدرسها هملا المستوى طبعا 4S ثم 3D. ولذلك انا هنا في السؤال بتاعي اول سؤال هنبتدي بيه، طبعا السؤال هنا بيقول لي الصيغه العامه للتوزيع الالكتروني للعناصر الانتقاليه الرئيسيه هي بالنسبه لي ايه؟ طبعا هبتدي NS. ان ده اللي هو رقم المستوى الرئيسي وانا في المستوى الرئيسي الرابع. الاس هنا خدناها في سنه تانية، عندها كم اوربيتال؟ عندها اوربيتال واحد. اذا طالما اوربيتال، الاوربيتال بيتحمل زوج من الالكترونات، اذا الاس بتحمل من واحد لاثنين الكترون. ثم بدخل على الثري دي، الثري دي الدي فيها خمس اوربيتالات، كل اوربيتال بيتشبع باثنين الكترون، اذا معناه ان انا هتحمل هنا في الدي من واحد لحد 10 الكترونات. اذا الاختيار عندي في السؤال الاول هيكون الاختيار رقم جيم، ان اس من واحد لاثنين الكترون، وعندي هنا ان ناقص واحد المستوى الرئيسي الرابع بنقص منه واحد عشان تبقى 3D، هتتحمل من واحد لعشر الكترونات. اذا الاختيار هنا هيكون الاختيار الصحيح رقم جيم. السؤال الثاني، السؤال الثاني هنا بيكلمني عن الأهمية الاقتصادية، واحنا في الدرس الأول عندنا الأهمية الاقتصادية للعشر عناصر الموجودين طبعا في السلسلة الانتقالية الأولى، فطبيعي كل عنصر وليه عدد من الأهمية الاقتصادية أنا بستغلها في حياتنا العملية. ولذلك هنبص على جميع العناصر هلاقي أن أنا هنا محددة عايزة المبيد طبعا للفطريات، كل عنصر ليه العديد من الأهمية الاقتصادية، ولكن أنا حددت أن أنا عايزة مبيد للفطريات. طبعا لما اجي اتكلم على عنصر النحاس بكلم على النحاس كفلز، اول فلز اتعرف طبعا اكيد في التاريخ، ولكن انا مش بتكلم على العنصر، انا بتكلم على مركباته. من مركبات النحاس طبعا عندي هنا كبريتات النحاس، كبريتات النحاس معروف عنها ان هي بتستخدم طبعا مبيد للفطريات اثناء تنقيه مياه الشرب. طب مين تاني بستخدمه مبيد للفطريات؟ اكيد طبعا عندي هنا كبريتات المنجنيز. اذا معنى كده من ضمن الاستخدامات لمركبات العناصر اللي بستخدمها كمبيد للفطريات هيكون طبعا عندي هنا الاجابه بتاعتي رقم دي اللي هو كبريتات النحاس، وطبعا عندي هنا كبريتات المنجنيز. احسنت يا استاذ صفاء، ننتقل لبيج نمبر 2 مع مستر هاني الزهار، اتفضل يا مستر. اهلا وسهلا بحضراتكم، ورب يكون سيزون سعيد على كل الطلبه والطالبات، ونتابع مع بعض طول السيزون على الموضوعات المهمه اللي موجوده في المنهج بتاع الصف الثالث ثانوي. السؤال بتاعنا السؤال 3، التوزيع الالكتروني لايون عنصر النحاس Cu موجب 2.29 هو. الفكره زي ما مس صفاء شرحت ان الباب ده حاجه مهمه فيه جدا، ان انا ابقى فاهم يعني ايه توزيع الكتروني. التوزيع الالكتروني واعداد التاكسد، الموضوعين دول هما مربط فرس الباب الاول، لان في اسئله كتير هتيجي مش هقدر احلها غير لما اكون بعرف اوزع توزيع صح وبعرف اعداد التاكسد. والفكره كمان في الباب ان العناصر الانتقاليه اللي قالت عليها مس صفاء كلها بتتميز بانها ليها اكتر من حاله تاكسد، مش زي الاول. الاول كنت اتكلم على الصوديوم او الاحادي، المغنيسيوم ثنائي، الالومنيوم ثلاثي، لكن دلوقتي انا بتكلم على عناصر الفئه دي اللي فيها اكثر من حاله تاكسد، يعني ممكن يكون العنصر عنده اكثر من تكافؤ، زي النحاس اللي قدامنا. النحاس اللي قدامنا عنده اكثر من حاله تاكسد، وهي الحاله الاحاديه والحاله الثنائيه. كذلك التوزيع الالكتروني فيه شواذ، يعني المفروض ان انا متعلم من سنه ثانيه ان لما تقابلني 4S او اي S بحط فيها 2 الكترون. المفروض ان ده قاعده. الشواذ بتاع القاعده ان انا ممكن احط الكترون واحد في المستوى الفرعي 4S واكمل في المستوى دي. امتى بعمل كده؟ لما اكون عاوز اوصل لحاله استقرار، لما يكون لما احط واحد في الاس واكمل في الدي هتكون الدي اكثر استقرارا. اكثر استقرارا امتى؟ في حالتين، لما يكون الدي نصف ممتلئ او يكون الدي ممتلئ تماما، وعارفين ان الدي فيه خمس اوربيتالات اي بيسع على 10 الكترونات. اذا هحط واحد في الاس لما يكون الدي هيكون فيه أربعة، فلا أحط واحد في الإس وأخلي الدي خمسة، أو لو الدي هيكون فيه تسعة لا أحط واحد في الإس وأخلي الدي عشرة، وبالتالي أوصل لحالة أكثر من الاستقرار. وده موجود في عنصرين في السلسلة دي، هو عنصر الكروم وعنصر النحاس. فالنحاس عدد الذري 29، توزيع الإلكتروني 4S1 3D 10، ده بعد الأرجون 18. أول بقى ما نشوف حالة تأكسد موجب 2 معناه إنه هيفقد 2 إلكترون.
طب احنا الفقد الاول بيتم من الدي الاول ولا من الاس؟ الفقد دائما يتم من الفور اس قبل الثري دي، لان الفور اس هو الابعد عن النواة من الثري دي، وبالتالي هيتم الفقد من الفور اس. طب الفور اس اصلا فيه الكترون واحد هيفقده، غير كده بقى العشرة اللي موجودين في الدي هفقد منهم كمان الكترون، وبالتالي يتحول السي يو موجب 2 توزيعه الى ارجون 18 فور اس 0 و 3 دي 9، لان الفور اس كان فيه 1 و 3 دي كان فيه 10، وده متوضح تحت اجابه تحت السؤال، موجود اجابه موجوع توزيع النحاس في الحاله المستقره سي يو ارجون 18 فور اس 1 3 دي 10، لما فقد 2 الكترون فقد اللي في الاس الاول ثم واحد من العشرة اللي موجودين في الدي، فاصبح 4S0 3D 9 هي دي الإجابة الصحيحة، ودي موجودة في الاختيار رقم B. أحسنت مستر هاني، ننتقل لبيج نمبر 3 مع مستر عبد الله عاشور، اتفضل يا فندم. في البداية بحب أقول لطلبة سيزون 22 إن إحنا إن شاء الله ربنا وفقنا ونحاول نقدم محتوى طول السيزون ده ينفعكم إن شاء الله، ونحاول بقدر الإمكان نكون عند حسن الظن بإذن الله. عندنا السؤال رقم 4 بيقول يكون عنصر نقط مع الهالوجين مركب صيغته MX4 مما يجعل العزم المغناطيسي له منعدم. السؤال ده في الحقيقة ليه فكرتين عندنا. الفكرة الأولى تراكمية شوية زي ما تفضل أستاذتنا وقالوا إن إحنا عندنا جزء من منهج ثانية ثانوي اللي هو أعداد التأكسد، والجزء الثاني بتكلم عن فكرة العزم المغناطيسي. لازم طبعا إن أنا دلوقتي السؤال ده عشان أنا أعرف العنصر اللي عندي إن عدم عزمه إمتى، لازم أعرف الأول هو عدد تأكسده كام عشان أبدأ أفقد إلكترونات. فالعنصر اللي عندي اللي قدامي مرتبط مع الهالوجين، كنا بنقول في منهج تانية ثانوي في أعداد التأكسد لازم أحسب عدد تأكسد العنصر الأول. العنصر اللي جنب العنصر الانتقالي اللي هو X عندي ده هالوجين، والهالوجين معروف عدد تأكسده دايما سالب واحد زي ما قلنا في سنة تانية ما عدا في مركباته الأكسجينية. أنا عندي هنا ما فيش أكسجين، إذن الهالوجين اللي عندي بسالب واحد. فهنبدأ نحسب عدد تأكسد العنصر الانتقالي اللي عندي. هقول الإكس بسالب واحد في أربعة بقت سالب أربعة، بقى العنصر اللي عندي إم عدد تأكسده موجب أربعة، وهنبدأ نفقد إلكترونات، أوزعه الأول وأفقد إلكترونات. طيب هنفقد من الإس زي ما تفضل أستاذنا مستر هاني وقال، وبعد كده أكمل من الدي. السؤال بقى الفكرة التانية فيه العزم المغناطيسي، بنقول متى ينعدم العزم المغناطيسي. عندي حالتين لانعدام العزم المغناطيسي. الحالة الأولى بنقول إذا كان الدي 10، والحالة الثانية إذا كان الدي فارغ تماما. الدي 10 دي بتحصل مع عنصر النحاس ومع النحاس موجب واحد ومع جميع مركبات الخرصين، والحالة الثانية اللي هي الدي 0 ودي حالة انعدام عزم مغناطيسي بتحصل مع العناصر الانتقالية لما تفقد جميع إلكترونات 4S و 3D. اذا انا هبص دلوقتي على العنصر اللي عندي امتى ينعدم العزم بقى، قلنا الدي 10 او الدي 0. طب هنا العنصر اللي عندي MCl4 او MX4 العنصر اللي عندي موجب 4 فقد 4 الكترونات واصبح الدي فارغ تماما، فهنختار عنصر التيتانيوم الاجابه الف. لما التيتانيوم يفقد 4 الكترونات 2 من الاس و2 من الدي هيصبح الدي عندي 0، طبعا الاس 0 اصبح عزمه منعدم، وبالتالي هنختار الاجابه الف. احسنت مستر عبد الله، ننتقل لبيج نمبر 4 مع مستر احمد محمد عبد العال، اتفضل يا مستر. طلابنا الاعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله باذن الله نوعدكم بموسم جديد خالص السنه دي متميز باذن الله. معنا السؤال رقم 5 بيقول لي ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن العلاقه بين العدد الذري والكتله الذريه لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى، ثم اذكر اي مما ياتي صحيح. اول حاجه لازم تبقى عارفها من ضمن الخواص العناصر الانتقاليه أن أنا عندي الكتلة الذرية تزداد بزيادة العدد الذري، ما عدا عندي عنصر واحد بس بيشز عن التوزيع أو بيشز الكتلة الذرية بتاعته اللي هو عنصر النيكل، بسبب المتوسط بتاع الكتلة الذرية بتاعه اللي هو لأن ليه خمس نظائر، المتوسط بتاعهم لناء بيقل عن عنصر الكوبالت واللي هو العنصر الوحيد اللي شاذ. يبقى أنا لو بصيت كده في الرسم البياني معايا بلاقي إن أنا عندي عنصر B أقل منه عنصر A وعندي عنصر C. يبقى انا كده لو بصيت بلاقي العنصر بي ده عنصر يدل على عنصر الكوبالت، يبقى انا عندي العنصر الشاذ اللي هو عنصر النيكل ثم يليه عنصر النحاس. لو انا بصيت في الاختيارات بيقول لي ثلاثه عناصر تقع في نفس المجموعه الرئيسيه، الكلام ده غلط لان انا عندي المجموعه الرئيسيه اللي هي المجموعه الثامنه اللي هي كانت تضم الحديد والكوبالت والنيكل، ولكن النحاس بلاقيه في المجموعه 1 بي، يبقى الاختيار ده غلط.
رقم ب يدخل العنصر ب وهو عنصر الكوبالت في صناعة البطاريات السائلة في السيارات الحديثة. ويدخل في صناعة البطاريات بس الجافة وليست السائلة، لأن لا يتم إعادة الشحن بتاعتها. طب أنا عندي العنصر ج أو الاختيار ج، العنصر سي عامل حفاز في طريقة فيشر تروبر. طب أنا عندي العنصر سي ده النحاس، ولكن اللي استخدم كعامل حفاز في طريقة فيشر تروبر اللي هو عنصر الحديد. نشوف الاختيار رقم د، العنصر سي انتقالي على الرغم من أن المستوى الفرعي لذرته مكتمل بالإلكترونات. فعلا ده هو الاختيار الصح، لأن ده ينطبق على عنصر النحاس اللي هو موجود في المجموعة 1B، ولكن له أكثر من عدد تأكسد اللي هو 1 اللي هو عدد تأكسد 1 موجب 1 وعدد تأكسد موجب 2، وبالتالي بلاقي شذ عنه اللي هو يزاد عدد تأكسد على الرقم المجموعة بتاعه. يبقى إذا أنا عندي هنا برضو الاختيار يكون الصحيح رقم ده. أحسنت يا مستر أحمد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر حسين محمد، تفضل يا مستر. شكرا مستر أحمد. طلابنا الأفاضل كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله سيزون يكون موفق بإذن الله. قبل ما أبدأ السؤال رقم 6 حابب أأكد على كلام مستر هاني مستر صفاء قبل مني، أهمية التوزيع الإلكتروني. أهمية التوزيع الإلكتروني ده يعتبر جزء مهم جدا في إطار منهج ثالثة ثانوي، خصوصا الباب الأول. طيب أنا عندي المركب أو السؤال رقم 6 بيقول لي فيه إنه يعتبر المركب اللي هو SCCCl3 مركب كلوريد S كانديوم الثلاثي. هنا بيسألني فيه عن الخصائص بتاعة المركب، هل هو مادة بارة ولا مادة ضاية، وإن كان ملون أو غير ملون. لو بصينا في الاختيار الأول، الاختيار ألف بيقول لي إنه هو مادة بارة مغناطيسية وملونة، رقم ب بيقول لي بارة مغناطيسية وغير ملونة، جيم ضاية مغناطيسي وملون، دال ضاية مغناطيسي وغير ملون. هنا هنمسك العنصر الانتقالي اللي هو السكانديوم. السكانديوم معروف التوزيع الإلكتروني ليه أرجون 18 4S2 3D1. السكانديوم ده عنصر أحادي التأكسد، يعني بيدي دايما أبدا حالة تأكسد واحدة اللي هي موجب 3، بمعنى إنه بيفقد الأول زي ما المستر هاني قال إنه بيفقد من المستوى الفرعي الـ4S أولا ثم الـ3D بالتتابع دفعة واحدة نظرا لتقارب الإلكترونات في الطاقة. وبالتالي أنا هنا عندي السكانديوم موجب 3، هيصبح التوزيع زي ما هو موجود قدامنا في الإجابة أو موضح التوزيع، إنه السكانديوم 4S2 3D1 الأوربيتال بيبقى فيه إلكترون واحد، لما بيفقد الثلاثة أو لما بيكون موجب 3 في حالة التأكسد بيبقى 4S0 3D0، وبالتالي طالما D بصفر يبقى هنا المادة بتاعتنا ما هي إلا عبارة عن مادة ضاية، لأنه شرطنا في المادة البارة أو المادة الضاية إنه المادة البارة يكون فيها الإلكترونات في حالة ازدواج، المادة الضاية الأوربيتالات بتاعتها بتحتوي على الإلكترونات في حالة انفراد، أي أن السكانديوم 3D فيه بيكون هنا بصفر، وبالتالي فيصبح مادة ضاية مغناطيسية وغير ملونة. الاختيار هيكون رقم د. أحسنت مستر حسين. ننتقل لبيج نمبر 6 مع الأستاذة صفاء أحمد، تفضل يا فندم. سؤال رقم 7 بيكلمني هنا عن المحاليل المائية لأملاح، مين حكون في دول ملونة؟ إذا أنا هرجع برضو للتوزيع الإلكتروني وهرجع لحالات التأكسد، هلاقي إن أنا عندي حالات التأكسد هنا، هبص الاقي جميع العناصر الانتقالية بتعمل لي حالة تأكسد موجب 2 ما عدا السكانديوم يعمل موجب طبعا 3، حتى يصبح المستوى الفرعي دي فارغ تماما، أي يصبح طبعا أكثر استقرار. ولذلك أنا هلاقي إن معايا الزد إن، الزد إن ما بيعملش حالة تأكسد غير موجب 2 فقط، لأن أنا عندي شرط فحالات التأكسد لا تتعدى حالة التأكسد رقم المجموعة. إذا الزد إن بيعمل موجب 2 فيصبح الدي مازال به 10 إلكترونات، أي لا يحتوي على إلكترونات مفردة. السكانجوم بيعمل حالة تأكسد موجب 3، أي بيصبح الدي فارغ تماما. هلاقي إن أنا عندي النحاس، النحاس طبعا لو هو في حالة تأكسد موجب 1 طبعا هنا ده من العناصر الشاذة في التوزيع زي ما مستر هاني قال، طبعا الاس عليها 1 الكترون والدي فيها 10، لو انا عملت موجب 1 اذا انا هفقد من على الاس والدي ما زال فيها 10 الكترونات. اذا انا علشان اتكلم على العنصر الملون اذا لابد ان يكون هنا ايونه يحتوي على الكترونات طبعا اكيد مفرده. خاصيه الالوان من الخواص الموجوده عندي هنا في العناصر الانتقاليه للسلسله الانتقاليه الاولى، خاصيه الالوان معنى ايه العنصر ملون؟ إذا سقط الضوء الأبيض على أحد العناصر الانتقالية وأيونتها ماذا يحدث؟ لو المادة امتصت جميع الألوان هتظهر لعيني باللون الأسود، إذا لم تمتص أي من الألوان هتظهر لعيني باللون الأبيض. طب
طب لو امتصت احد الالوان هتظهر لعيني باللون المتمم، وكل كل لون وليه اللون المتمم ليه. ولذلك هلاقي ان شرطي الاساسي لكي تكون المادة ملونة لابد ان تحتوي على الكترونات مفردة. اذا في الاختيارات اللي قدامي هلاقي ان انا عندي مثلا الكروم في رقم دال، الكروم هنا في حالة تأكسد موجب 3، في حالة تأكسد موجب 3 أي المستوى الفرعي دي يحتوي على 3 إلكترونات مفردة، لأنه من العناصر برضو الشاذة زي النحاس، الإس عليها 1 إلكترون والدي عليها عندها 5، ولذلك لما أعمله موجب 3 هفقد من الإس إلكترون وهفقد من الدي 2، إذا هيصبح عندي الدي فيها 3 إلكترونات مفردة، إذا هنا في الحالة دي ملون. طب وعندي هنا النحاس، النحاس هنا بموجب 2، موجب 2 فقدت الإلكترون الموجود في الإس وفقدت إلكترون من الدي، أصبح الدي فيها 9 إلكترونات أي تحتوي على إلكترون طبعا هنا مفرد. ولذلك جميع المركبات اللي أمامي لا توجد هنا مركبات ملونة غير رقم هنا دال، اللي هو عندي طبعا بنقول بالنسبة لي اللي هو أكسيد الكروم، وطبعا هنا اللي هو كلوريد نحاس 2، الإجابة رقم دال. سؤال 8، أحد المركبات التالية محلول المائي يستخدمه الكيميائي في التفاعلات الكيميائية وبينما يستخدمه الطبيب في العمليات. طيب في العيادات لو أنا باجي أتكلم بقى أنا عايزة هنا من المركبات اللي أمامي الكيميائي والطبيب يستخدمها في نفس الوقت، طب تعال نبص الألف وبه وجيم، دي كلها مواد مؤكسدة، ثاني أكسيد المنجنيز بستخدمه في الأعمدة الجافة كمادة مؤكسدة، عندي هنا كرومات البوتاسيوم مادة مؤكسدة، عندي برمنجانات البوتاسيوم مادة مؤكسدة. طب محلول فيهلينج، محلول فيهلينج هنا هيستخدمه الطبيب، لأن هنا محلول فيهلينج أنا بعمل إيه؟ أنا هنا بكشف بيه عن سكر بنقول عليه الكلوكوز. لو أنا وضعت محلول فيهلينج على سكر الكلوكوز لونه بيكون أزرق، لو تحول اللون من الأزرق للبرتقالي إذا هنا بيوجد عند المريض سكر الجلوكوز، ولذلك محلول فيهلينج بيستخدمه الطبيب. طب عندي بقى أنا عايزة للطبيب وهنا بنقول للكيميائي، يبقى أكيد أنا هختار مين؟ هختار برمنجانات البوتاسيوم اللي هي رقم جيم. ليه؟ لأن برمنجانات البوتاسيوم دي مادة مؤكسدة فعلا، وفي نفس الوقت هي مادة مطهرة، مادة مؤكسدة هيستخدمها الكيميائي ومادة مطهرة هيستخدمها الطبيب. نيجي للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده رقم هنا 9، بنتكلم هنا عن السبائك. طب في منهجي أنا عندي 3 أنواع من السبائك تحديدا، عندي سبيكة تسمى بالسبيكة البينية. السبيكة البينية دي معناها إيه؟ معناها احتلال ذرات الفلز المضاف للمسافات البينية لذرات الفلز النقي، بتحتل المسافات البينية علشان تغير من الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية وتقلل من عملية الانزلاق. مثال على السبيكة البينية سبيكة الحديد الصلب اللي هو طبعا عندي ما بين الحديد والكربون، دي أول نوع من أنواع السبائك. طب عندي سبيكة تانية اسمها السبيكة البين فلزية، البين فلزية دي سبيكة دي اتحاد كيميائي ما بين مكونات السبيكة لينتج عندي سبيكة لا تخضع لقوانين التكافؤ في الكيمياء، عناصرها لا تقع في مجموعة واحدة. إذا هنا السبيكة البين فلزية مثال عليها، عندي سبيكة زي عندي الذهب والرصاص، عندي سبيكة الديور ألومين، طبعا عندي هنا بنقول سبيكة السمنتايت اللي هي الكربون، وعندي برضو الحديد بس هنا كربون وحديد بيكونوا متصل. السبيكة الاستبدالية ثالث نوع اللي هي احنا بنتكلم عليها، السبيكة الاستبدالية طبعا هنا استبدال من العنوان يبقى هستبدل استبدال ذرات الفلز هنا الأصلي بذرات الفلز المضاف، بس بشروط أن يكون لها نفس طبعا نصف القطر، نفس الخواص الكيميائية، نفس الشكل البلوري. من أشهر السبائك الاستبدالية سبيكة الذهب طبعا والنحاس، سبيكة طبعا الحديد والنيكل والحديد والكروم. طبعا السبائك دي مهمة جدا في الاستخدامات في حياتنا. طيب أنا هنا عايزة مين في دول يمثل سبيكة طبعا استبدالية؟ في الجدول جايب لي أنصاف الأقطار، هلاحظ إن أنصاف الأقطار ما بين الـ A والـ B والـ D متقاربة تماما، إذن الـ A والـ B والـ D يقدروا يعملوا سبيكة استبدالية. طب مين المختلف؟ طبعا الـ C، الـ C طبعا نصف قطرها بيكون أكبر من كل من الـ A والـ B وعندي هنا الـ D، ولذلك طبعا كلهم يعملوا سبيكة استبدالية فيما عدا الـ C، لا يمكن إنها تعمل سبيكة استبدالية مع أي من
الاي او البي او الدي نظرا لبعد هنا انصاف الاقطار. اذا الاختيار بتاعي هنا هيكون الاختيار رقم الف الاي مع السي، لا يمكن ان يحدث بينهم سبيكه استبداليه. احسنت يا استاذ صفاء. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مستر هاني الظهار، اتفضل يا فندم. السؤال العاشر عشان ابدا اشرحه لازم انوه على حاجه مهمه جدا، فكره ان اي تفاعل لازم يكون بيتم عن طاقه معينه بتسمى طاقه التنشيط. زي ما تدخل مكان هتشتري حاجه تلاقي مكتوب عليها سعر، معاك اقل من السعر مش هتشتري، فبالتالي لازم اوصل للسعر ده عشان اقدر اشتري. التفاعل كده، التفاعل ليه طاقه تنشيط معينه، طاقه يتم عندها التفاعل. لو الجزيئات تمتلك طاقه اقل من هذه الطاقه لا يحدث التفاعل. طب ازاي اوصل الجزيئات ان هي يبقى عندها الطاقه دي، او ازاي ان هي تتفاعل؟ يا حاجه من الاثنين، يا اعلي طاقه الجزيء اوصل لطاقه التنشيط، يا اقلل طاقه التنشيط توصل لطاقه الجزيء. لو عايز اعلي طاقه الجزيء ودي شغل حراره، لو سخنت ممكن طاقه الحركه بتاعه الجزيئات تزيد فتزود طاقه الجزيئات فتوصل لطاقه التنشيط. الاسهل والاوفر والافضل بالنسبه للتفاعل انك تقلل طاقه التنشيط، تخليه يتم عند طاقه اقل، ودي الدور اللي بيلعبه العامل الحفاز. فالعامل الحفاز عندنا في المنهج هو الماده تزيد من سرعه التفاعل عن طريق ان هي بتقلل طاقه التنشيط. فانا لو حبيت اسرع تفاعل بضيف عامل حفاز ليقلل طاقه التنشيط. الرسمه اللي قدامنا هتعبر عن طاقه تنشيط لتفاعل معين. طاقه التنشيط اللي موجوده عندي في الرسمه اللي هي الرسمه اللي طالعه لفوق، يعني انا عندي المتفاعلات على الشمال والنواتج على اليمين، وطالع لفوق كده رسمه عليها A وB. المفروض ان انا طاقه التنشيط دي، او ان انا لسه ما استخدمتش عامل حفاز، فالمفروض ان التفاعل يحصل على الطاقه بي كامله عشان يحصل، لكن وانا بستخدم عامل حفاز هو محتاج الطاقه ايه فقط. بالتالي هبدا اشوف الاسئله اللي هيسالها لي على الرسم. طاقه تنشيط التفاعل الطردي، الطردي ده يا جماعه الاتجاه الطبيعي للتفاعل اللي هو من المتفاعلات للنواتج. اما لو كلمني مره وقال لي تفاعل عكسي فهو من النواتج للمتفاعلات، تصبح النواتج ساعتها متفاعلات، يبقى هو الطريق المعاكس. يبقى ساعات في تفاعلات عليها سهمين، سهم رايح وسهم راجع. السهم اللي رايح ده تفاعل اسمه طردي، والسهم اللي راجع اسمه تفاعل عكسي. هو سألني في أول نقطة عن التفاعل الطردي اللي هو الاتجاه الطبيعي، بيقول لي طاقة تنشيط التفاعل الطردي في وجود عامل حفاز تساوي نقط كيلو جول لكل مول. أنا هبص على الرسمة وأشوف أنا عايز أحسب كده لأنه تفاعل محفز، يبقى أنا عايز أحسب الإيه بكام. طب أنا عندي الرسمة كاملة من أول المتفاعلات لحد البي ب 150، أنا عايزها من المتفاعلات لحد الـ A، يبقى لازم أشيل الجزء اللي فوق اللي بين الـ A والـ B. طب الجزء اللي فوق ده قيمته هجيبها منين؟ لو رحت على الرسمة في الاتجاه اليمين هلاقي القيمة كاملة من أول النواتج لحد الـ B 250، ومن النواتج لحد الـ A 200، هطرح الاتنين دول هيبقى القيمة 50، هرجع أطرح الـ 50 من الـ 150 اللي موجودة على شمال الرسمة، يبقى طاقة التنشيط هنا بتساوي 100. ب طاقة تنشيط التفاعل العكسي اللي قلت لكم عليه الاتجاه المعاكس، كده أصبحت المتفاعلات هي اللي على اليمين والنواتج هي اللي على الشمال. طاقة تنشيط برضه باستخدام عامل حفاز يبقى من أول النواتج اللي هي أصبحت دلوقتي متفاعلات لحد الرسمة اللي هي الـ A. طبعًا هي هنا واضحة بـ 200. جيم طاقة التنشيط تساوي نقط طاقة التفاعل. طاقة التفاعل دي بقى من سنة أولى ثانوي دلتا اتش. دلتا اتش دائمًا نواتج ناقص متفاعلات، دايما بطرح قيمة النواتج ناقص قيمة المتفاعلات، وقيمة الايه النواتج ناقص المتفاعلات هنا اقدر احددها من طرح ال 250 اللي هي من اول النواتج لحد فوق في الرسم بي، من اطرح منها ال 150 اللي هي من اول المتفاعلات لحد البي، فاطرح ال 150 من ال 250 فيديني قيمة 100 كيلو جول. شوف السؤال اللي بعده صفحة 9. عند انتقال او الانتقال من المجموعة 3B إلى المجموعة 7B بالجدول الدوري، فإن أقصى حالة تأكسد عند أو أقصى حالة تأكسد عناصر هذه المجموعة تتحقق عند فقد إلكترونات. تتحقق عند فقد إلكترونات إيه؟ أقصى حالة تأكسد أنا قلت في بداية الحلقة إن حالات التأكسد هنا متعددة، وكل عنصر من عناصر انتقالية ليه أكثر من حالة تأكسد. ليه أكثر من حالة تأكسد؟ عشان اقتراب طاقتي المستويين للفرعين 4S و3D بيخلي خروج الإلكترونات تخرج تباعا من الـ 4S ثم الـ 3D تدريجيا، فبيحصل أكثر من حالة
تأكسد. طب عشان اوصل لاقصى حاله تأكسد يبقى انا هوصل لان انا احرك كل الكترونات الاس وكل الكترونات الدي، وبالتالي انا هفقد كل اللي في الان اس والان ناقص واحد دي، وهيكون الاختيار د او دي. بعد كده السؤال بيقول أي من أزواج العناصر الانتقالية أو العناصر التالية تتميز بأكثر من حالة تأكسد؟ برضو ما زلنا مع حالات التأكسد، كل عناصر السلسلة الانتقالية الأولى عندها أكثر من حالة تأكسد، ما عدا السكانديو عنده حالة واحدة موجب ثلاثة، وما عدا الخرسين عنده حالة واحدة موجب اثنين، أي حاجة غير ده عندهم أكثر من حالة تأكسد. إذن أنا هستثني كل الإجابات اللي فيها خرسين أو فيها سكانديوم. الإجابة A فيها زد إن وسي آر، طبعا الإجابة مستبعدة عشان فيها زد إن. الإجابة B فيها سي يو واس سي السكانديوم، هي مستبعدة عشان فيها سكانديوم. الإجابة C ام إن، وده ليه أكتر من حالة تأكسد، من أول موجب 2 لحد موجب 7، بالعكس ده ليه كمان أقصى حالة تأكسد في هذه السلسلة اللي هي موجب 7. والتي اي لأكتر من حالة تأكسد، موجب 2 وموجب 3 وموجب 4، بالتالي تنطبق عليهم إن الاثنين عندهم أكتر من حالة تأكسد في الإجابة سي. أما لو رحت الإجابة دي طبعا هي إجابة خاطئة لأن فيها زد إن، وأنا استبعدت من الأول أي إجابة فيها زد إن أو فيها اس سي. أحسنت مستر هاني. ننتقل لبيج نمبر 10 مع مستر عبد الله عاشور، اتفضل يا فندم. بالنسبة لسؤال رقم 13 في بيج 10، احنا بنقول دايما عندنا التوزيع الإلكتروني من أهم الأجزاء في المنهج، زي ما تفضلت أستاذتنا وقالت إن احنا بنقول التوزيع الإلكتروني لأي عنصر انتقالي لازم تكون عارفه كويس جدا، بتبدأ الأول بالإن إس وبعدين تحط فيها واحد أو اثنين، واحد في الشواذ واثنين في باقي العناصر، وبعدين بتكمل في 3D. طيب لما يجي نوزع عنصر توزيع إلكتروني زي عنصر مثلا السكانديوم، بحط في الاس 2 وفي الدي 1، بقى كده العنصر 21. انا عندي في السؤال بيقول لي ايه عناصر المجموعه 2B تركيبها الإلكتروني؟ هو المجموعه 2B دي سنه ثالثه، ركز معايا كويس في الحته دي مهمه جدا. المجموعه 2B دي اخر عمود في الجدول الدوري، اخر عمود في الجدول الدوري في اقصد يعني في الفئه دي، اخر عمود في الفئه دي. الجدول الدوري زي ما انت عارف من سنه ثانيه ثانوي ان بالتوزيع الالكتروني بتاعي او شكل الجدول الدوري عناصر الفئه اس والفئه بي هي المجموعات ايه، بقول المجموعه 1 ايه و2 ايه ده الفئه اس، والفئه بي من اول 3 ايه حتى 7 ايه ثم المجموعه الصفريه. اما عناصر الفئه دي اللي بتسكن وسط الجدول دي بترقم من اول المجموعه 3 بي حتى المجموعه 7 بي، ثم تظهر المجموعه الثامنه ثلاث اعمده، ثم المجموعه 1 بي والمجموعه 2 بي. اذا اخر عمود عندنا في عناصر الفئه دي هي عناصر المجموعه 2 بي، بسميها العمود رقم 12. الحديد قلنا ايه؟ الحديد في المجموعه السادسه بي في العمود السادس، وبعدين عندك بعد كده بعد الحديد الكوبالت في العمود السابع، هتلاقي بعد كده بعد الكوبالت النيكل العمود الثامن، هتلاقي عنصر بعد النيكل فيه النيكل العمود الثامن، لو زودت له 2 بقى هيبقى رقم 10، وبعدين العمود اللي بعديه اللي هو فيه عنصر النحاس ده العمود رقم 11، وبعدين الخرسين في العمود رقم 12. فالمجموعه الثانيه بي اسمها العمود رقم 12. المجموعه الثانيه بي لما اجي اوزعها بحط 2 الكترون في المستوى الفرعي اس واكمل في الدي، فهيبقى عندك الاجابه لو بصيت هنا في السؤال عندنا رقم A او رقم أ بيقول لك ان اس 1 وبعدين ان ناقص 1 دي 1، الاجابه دي خاطئه. ليه؟ لان المفروض املى الاس الاول وبعدين اكمل الدي ما عدا في الشواذ. طيب رقم ب حط في الاس 2 وفي الدي 2، دي رقم المجموعه هنا كام؟ لو جمعت الاس زائد الدي يديك رقم المجموعه الرابعه، هو انا عايز المجموعه الثانيه بي. طيب في رقم ج لو جمعت الاس والدي هتلاقي مجموعه 11، لما تلاقي المجموع 11 ده عنصر النحاس او عمود النحاس المجموعه ال1 بي. اما رقم د لو جمعت اس زائد دي مجموعهم 12 اللي هو ان اس 2 وان ناقص 1 دي 10، ده عنصر الخرسين اللي هي المجموعه الثانيه بي او عيله الخرسين كلها فيها خرسين وكادميوم وزئبق، يبقى الاجابه هنا هتبقى رقم د. السؤال اللي بعديه رقم 14 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقه بين نصف قطر العنصر والعدد الذري العنصر الانتقالي. طبعا لازم نكون عارفين ان الحجم الذري في العناصر الانتقاليه من عند السكانديوم ده اعلى واحد فيهم، بيبدا الحجم الذري يقل تدريجيا لحد ما يوصل عند الكروم، عند الكروم بيبدا يثبت العدد الذري. من الكروم الحجم ثابت تقريبا، اسف ان عند الكروم بيبدا يثبت الحجم الذري، الحجم الذري يثبت من الكروم الى النحاس زي ما تفضلت استاذتنا وقالت
عشان كده الحجم ثابت، فدي العناصر اللي بتكون سبائك استبدالية عشان الحجم الذري ثابت تقريبا. بيبدأ الحجم يزيد سنة كده عند الخرسين، تبقى عارف ان الحجم من السكنديوم بيقل تيتانيوم، بيقل عند الفناديوم، من عند الكروم وماشي بيثبت حتى النحاس، ويبدأ يزيد تاني عند الخرسين. فهو بقول لي هنا الشكل، مين الشكل في دول اللي بيمثل تدرج او العلاقة بين نصف القطر والعدد الذري؟ فهيبان عندك الشكل رقم ب، لان هو الحجم الذري قل سنه من عند السكنديوم مرورا بتيتانيوم ثم الفناديوم، وبعدين من عند الكروم ثبت ومشى ثابت تقريبا لحد النحاس، فالاجابه هتبقى رقم ب. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 15، وهنا احب اوضح حته مهمه جدا جدا جدا. عندنا عنصرين في الفئه دي او بالتحديد في السلسله الانتقاليه الاولى اللي هي 3D، عنصر السكنديوم وعنصر الخرسين. عندنا استثنائين مهمين جدا هنا، زي ما تفضل استاذنا الزهاني وقال لو مركز في كلامه، هو قال ان عنصر السكنديوم وعنصر الخرسين الوحيدين العنصرين دول اللي عندهم حاله تاكسد واحده. السكنديوم دايما موجب 3 والخرسين دايما موجب 2. طيب هضيف بقى ليها كمان استثناء مهم جدا، جميع مركبات السكنديوم والخرسين، جميع بلا استثناء مركبات السكنديوم والخرسين مركبات ضايا مغناطيسية وغير ملونة. طب ضايا مغناطيسية ليه؟ دايما في حالة السكنديوم في كل مركباته ادي صفر، ودايما في حالة الخرسين كل مركباته ادي 10، وبالتالي الخرسين والسكنديوم دايما عناصر ضايا مغناطيسية وكمان غير ملونة، لان اللون عندنا في العنصر الانتقالي بيظهر لما يكون عندي الكترون مفرد او اكثر في المستوى الفرعي دي. فبنقول هنا السؤال، اذا وضع مركب زد ان اس او فورد احد مركبات الخرسين في انبوبه بين قطبي مغناطيس، لو كانت ماده بارا مغناطيسيه هتنجذب للمغناطيس، لو ماده ضايا تتنافر مع المغناطيس. اللي حصل عندي هنا ان الخرسين موجود، يبقى كل مركبات ضايا اذا يتنافر، فالاجابه هتبقى رقم ب، يتنافر مع المجال المغناطيسي. السؤال رقم 16، اي المركبات المتهدرته التاليه تمتص فوتونات الضوء الاحمر؟ اخد بالك كويس جدا من تعدد الالوان، برضو زي ما قلت انا اهو، تعدد الالوان ده بيظهر لما يكون عندي الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي. فهنا بقول لي بقى ايه، تمتص فوتونات اللون الاحمر. خد بالك كويس جدا، انت عندك نوعين من الالوان، لون ممتص ولون متمم، والعين بتشوف اللون المتمم مش الممتص، زي ما قلنا زمان ايام الحسن الهيثم ان الضوء بيسقط على الاشياء ثم ينعكس على العين، فالعين بتشوف اللون الايه؟ المنعكس. طيب عندنا في حاجه اسمها اللون واللون المتمم، في ثلاث الوان تحفظهم بالمتمم بتاعهم. اللون اللي عندي الاحمر المتمم ليه الاخضر، بنقول دايما اللون الريد متمم ليه لون الجرين. فهو بيقول لي امتصت فوتونات الضوء اللون الاحمر، اذا تظهر للعين باللون المتمم وهو اللون ايه؟ الاخضر. هو جايب لي هنا اربع اختيارات، برتقالي وبنفسجي واخضر واسود، بغض النظر عن شكل او اسم الماده انت هتقول على طول لون الاخضر، مع العلم برضه ان في معلومه بتقول ان مركبات الكروم الثلاثي جميعها لونها اخضر لانها تمتص اللون المتمم له وهو الايه؟ وهو الاحمر. احسنت يا مستر عبد الله، ننتقل لبيج نمبر 12 مع مستر احمد محمد عبد العال، اتفضل. معانا سؤال رقم 17، بيقول لي ثلاث انابيب اختبارات الف وب وج بها كميه مناسبه من حمض الهيدروكلوريك المخفف، ووضع فيها فلزات مختلفه وتركت فتره مناسبه، فحدث الاتي: 1 تصاعد الغاز بسرعه، 2 تصاعد الغاز ببطء، لم يتصاعد الغاز. اي الاختبارات الاتيه صحيحه بالنسبه لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى؟ هنا حدد لي يا شباب على السلسله الانتقاليه الاولى، لو احنا درسنا من ضمن الخواص في عناصر السلسله الانتقاليه الاولى هنلاقي درجه النشاط الكيميائي لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى. انا عندي درجه النشاط هنبدا من السكنديوم، وهو انشط واحد او انشط فلز موجود في السلسله الانتقاليه المين الاولى، وبعد كده درجه النشاط بتبدا عندي تقل، ولكن احنا هنقسمها لثلاث تقسيمات. هنلاقي درجه نشاطه عاليه خالص زي السكنديوم، متوسط النشاط زي الحديد، محدود النشاط زي النحاس. انا عندي هنا التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، يعني النشط بيطرد غاز الهيدروجين عندي بسرعه، وبالتالي بلاقي انشط واحد في العناصر الانتقاليه، احنا قلنا عليه مين؟ اللي هو عنصر بالنسبه لي عنصر السكنديوم، يبقى الذي تصاعد الغاز في حالته بسرعه يبقى هيكون عنصر السكنديوم، لانه من العناصر الانتقاليه النشطه جدا. طب عندي تصاعد الغاز ببطء، يبقى ده اكيد عنصر متوسط النشاط زي عنصر الحديد، يعني هيحل محل الهيدروجين ولكن ببطء،
يعني الهيدروجين هيتصاعد ببطء. طب عندي العنصر الذي لا يتفاعل او لا يحل محل الهيدروجين اللي هو عنصر النحاس، زي ما انت هتعرف ان شاء الله باذن الله في الباب الرابع تبع متسلسله الجهود او النشاط الكيميائي اللي انت هتدرسها، لانه هتلاقي النحاس تحت الهيدروجين. يبقى انا عندي هنا العنصر النشط بدايه في السلسله الانتقاليه السكنديوم، يبقى انا عندي الاختيار رقم ب اللي هو يتصاعد الغاز بسرعه في حاله السكنديوم، تصاعد الغاز ببطء في حاله الحديد، لم يتصاعد غاز في حاله النحاس. عندي السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 18، بيقول لي اذا تغير عدد تاكسد الحديد في محلوله من موجب 2 الى موجب 3 فان العبارات الاتيه صحيحه ما عدا. يعني تغير عدد تاكسد من موجب 2، يعني هو كان فقد 2 ففقد واحد تاني زياده معاه، يبقى يحدث لايون الحديد عمليه اكسده فعلا، لانه حدث عمليه اكسده يعني عمليه فقد، وبالتالي انا لقيته فقد من موجب 2 لموجب 3 يعني فقد واحد زياده، يصبح الايون اكثر استقرارا. طب حته الاستقرار دي احنا زي ما الاساتذه اتفضلت وتكرمت علينا، قال لي العنصر يكون اكثر استقرارا في حاله المستوى الفرعي اذا كان نصف ممتلئ او تام الامتلاء او في حاله فارغ، وبالتالي بلاقي الحديد في حاله الايون الثلاثي بلاقي الدي عليها 5 اللي هتبقى 3 دي 5، يعني عندها 5 الكترونات مفرده، وبالتالي بلاقي الاجابه دي صح، يعني يصبح الايون اكثر استقرارا. طب لديه الكترونات حره على سطحه؟ فعلا، لان انا بلاقي في 3 دي 5 الكترونات مفرده، ولكن يكون رابط مؤقتا مع متفاعلات، دي اللي هتكون مستبعده، لان احنا بنقول هنا في مين؟ في محلوله، لانك انت لازم تخلي بالك من السؤال، اذا تغير عدد تاكسد الحديد في محلوله، يبقى انا عندي الاجابه اللي غلط اللي موجوده معايا اللي هي يكون روابط مؤقته مع المتفاعلات. احسنت يا مستر احمد، ننتقل لبيج نمبر 14 مع مستر حسين محمد، اتفضل يا مستر. قبل ما اقول سؤال 19 بالتحديد، ارجع واكد كلام المستر احمد. درجه النشاط الكيميائي للعناصر، درجه النشاط الكيميائي للعناصر بتكون مختلفه، كل العناصر ما بتكونش شبه بعضها. في عناصر اكثر نشاطا، في عناصر محدوده، في عناصر بتكون متوسطه النشاط. اللي بيحدد لي الجزئيه دي المحور اللي احنا درسناه في اطار منهج علوم اعدادي وتكرر معانا في الثانوي، اللي هو متسلسله الجهود الكهربيه، وهيتم دراستها معانا باذن الله بافاضه في اطار الباب الرابع الكيمياء الكهربيه. طيب لو رحنا للسؤال اللي هو رقم 19 عندنا، بيقول لي من الشكل المقابل اي من هذه العناصر بيمثله العنصر بي. هنا عيني تروح على المنحنى، منحنى خاص بدرجة النشاط. درجة النشاط لو بصينا على العنصر A هنلاقيه أقل في النشاط. الأعلى هيكون الـ B، الـ C هيكون أقل واحد فيهم. نبص على المنحنى، أرجع وأكرر كلامي، المنحنى هو اللي بيحدد لي درجة النشاط. طيب، في عندي جزئية ثابتة بيقول لي إنه العناصر بتاعة السلسلة الانتقالية بتاعتنا أكثرها نشاطًا يعتبر فليز أو اللي هو السكنديوم أو عنصر السكنديوم، وبالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون رقم 4 السكنديوم 21. ننتقل للسؤال رقم 20، بأكد تاني التوزيع الإلكتروني ثم التوزيع الإلكتروني. من الجزئيات اللي ماسكة أو تعتبر الحاجات الأساسية اللي عندنا في إطار الباب الأول. السؤال بيقول لي التوزيع الإلكتروني للأيون نقط أرجون 18 3D5، أرجون 18 3D5. طيب بينما التوزيع الإلكتروني لأيون نقط أرجون 18، هنا جاب لي الخمس أوربيتالات، لو لاحظنا لقيهم خمس أوربيتالات، حط لي فيهم 4 إلكترون، يبقى معنى كده إن هو عايز يقول لي إنه ده توزيع أرجون 18 3D4، أرجون 18 3D4. طيب عندي في الاختيارات حديد موجب 3، كروم موجب 2، عندي الاختيار ب الإف إي موجب 2، الكوبالت موجب 3، عندي الجيم اللي هو السي او موجب 3 والكروم موجب 2، عندي في دال الاف اي موجب 2 والاف اي موجب 3. الاختيار اعتقد واضح اللي هيكون رقم الف هو الاجابه الصحيحه. طيب ليه؟ لانه الحديد موجب 3، لما يكون موجب 3 هو توزيعه اساسا الحديد الاف اي 26، فبيكون ارجون 18 فور اس ب 2 3 دي 6، لما بيتحول لموجب 3 بيبقى يفقد من الفور اس 2 الكترون وال 3 دي فيه تكون ب 5، يبقى هو اللي هيكون الاختيار الصح، اضافه للكروم الموجب 2 اللي التوزيع الالكتروني بتاعه بيكون قبل التآين 4s ب 1 3d5، بعديها الكروم بعد ما بيتآين لموجب 2 بيتحول لارجون 18 3d4، وبالتالي الاختيار هيكون رقم الف. احسنت يا مستر حسين. استاذ صفاء، لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك على مستوى الجمهوريه اللي بتعيدنا بالنسبه لماده الكيمياء تقولي لهم ايه؟ ان شاء الله ولادنا طبعا ماده الكيمياء يا شباب ماده سهله جدا، ولكن بتعتمد على الفهم، ان انا لازم اكون فاهمه الاول عشان اعرف ان انا اجاوب،
وبالتالي لازم تذاكر أول بأول زي ما بنقول لا تتراكم. المادة بسيطة وسهلة ما تخافش منها، اعتمد فيها على ما يسمى بنواتج التعلم، يعني ذاكر واتدرب على حل الأسئلة. محتاجة حل كتير، محتاج أن أنا أشوف الأسئلة كتير جدا عشان ما أكونش أول مرة أشوفها. وإن شاء الله إحنا هننزل كتاب مدرس على الهوى فيه جميع أنواع الأسئلة اللي تعتمد على فهم الطالب، ولذلك هتلاقي الكتاب هيساعدك كتير جدا. إن شاء الله إدارة البرنامج هتنزله في القريب العاجل، وإن شاء الله هتستفيد منه لأن خبرات كبيرة جدا عاملين هذا الكتاب. أتمنى أن معظم الطلبة تقتني هذا الكتاب، مثال عليهم طلبة العام الماضي أكيد استفادوا كتير جدا جدا من الكتاب، وبالتالي معظم الأسئلة لما دخلوا الامتحان لقوا نفسهم شافوها قبل كده واتدربوا عليهم. ربنا يوفقكم كلكم وإن شاء الله يكون سنة خير على الجميع. أحسنت مستر هاني الزهار، لو عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك سوكي جوال. بإذن الله يكون عام سعيد وسنة خير على الجميع. كلنا استفدنا من تجربة السنة اللي فاتت، المفروض الطلبة تستفيد من تجربة الناس اللي قبلها، والمدرسين استفادوا أكيد من السنة اللي فاتت لأنها كانت سنة جديدة على الكل. تجميع الأفكار، أكبر قدر من الأفكار كان هو المهم، الاعتماد على الفهم ومش على التلقين هو المهم، المتابعة من بدري قوي وإن أنا أحل على كل جزئية أخدها أحل عليها من بدري وما أجلش حاجة عشان يعني أخد وقتي في السنة إن أنا أقدر أستوعب كل الأفكار وكم الأفكار اللي موجودة في المنهج ده مهم جدا. وبتمنى التوفيق للجميع، وبإذن الله يكون سنة سعيدة على الكل ونحقق كلنا طموحنا وأمنينا اللي احنا عايزين نحقق. احسنت مستر هاني. مستر عبد الله عاشور، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ طبعا انا عايز اقول هتكلم عن ثلاث حاجات صغيرين كده سريعا. بقول لازم تنظم وقتك، ده رقم واحد. رقم اثنين ما تسوفش حاجه، ما تاجلش حاجه لبكره خالص نهائي. رقم ثلاثه انت تحل اسئله كتير. احنا بنقول الدفعه دي اللي هي اللي فاتت اتظلمت لان هي ما كانش عندهم كم كبير من الاسئله من بدايه السنه، لا انت فرصتك احسن، عندك كميه اسئله كبيره جدا جدا جدا، عندك بنك اسئله على موقع الوزاره، عندك كتاب هننزله ان شاء الله يفيدكم بشكل كبير جدا جدا جدا. عايزك تدرب نفسك من اول السنه عشان تنظم وقتك، مش بس مع الكيمياء، مع كل المواد، عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وتوصل لاحسن مجموع. وبتمنى ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا باذن الله. احسنت مستر عبد الله. مستر احمد محمد عبد العال، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ اول حاجه عايزك تستعين بالله عز وجل وتضع هدف ثابت ليك انك انت خلال السنه دي هتحقق ان شاء الله. بالنسبه لماده الكيمياء انصح جميع الطلبه على مستوى الجمهوريه الحل الكتير، حاول على قدر المستطاع انك تحل كتير. احنا ان شاء الله باذن الله مع اداره البرنامج منزلين لك كتاب بيغطي جميع الاسئله باذن الله، هيتوزع عليك بشتى الطرق. يعني انا نصيحتي ليك انك انت تحل اول باول وحاول تتدرب على الحل السريع، يعني تنظم وقتك في الحل، يعني الوقت انت وبتحل ما تحاولش تحل ببطء، حاول تحل بسرعة عشان تغطي وقت الامتحان. وبالتوفيق ان شاء الله واتمنى للجميع. احسنت مستر احمد. مستر حسين محمد، تحب تقول الطلبة بتاعتك؟ مستر احمد انا حابب اوجه رسالتين. الرسالة الاولانية هكون لحضرتك وللبرنامج ولكتاب مدرس على الهوى، لانه حقيقي اثبت بجدارة النتائج اللي كانت ملموسة خصوصا السنة اللي فاتت، وشفنا الكلام ده من واقع ملموس في إطار الأسئلة اللي جت في الامتحان السنة دي. الرسالة الثانية هتكون لأولياء الطلبة وللأمور وأولياء الأمور بتوع الطلبة، ما نحطش ابننا تحت ضغط، ما نحسسوش إن السنة دي نهاية المطاف، لا نحاول إن احنا نقف معهم نساعدهم. إن شاء الله النتائج السنة دي بنتوقع إنها هتكون ملموسة أكتر خصوصا بعد التجربه بتاعه سنه 2021. ان شاء الله 2022 هتبقى واقع ملموس، خلاص اتعلمنا من الدرس، فهمناه، عرفناه. كل الطلبه هتحاول انها هي ما تقعش في نفس الاخطاء اللي وقع فيها الطلبه اللي قبل منهم. ان شاء الله كل الامنيات بالتوفيق باذن الله. احسنت مستر حسين، شرفتونا وحلقه من الحلقات الممتعه، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وبالتوفيق والنجاح دائما لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا.
نشرة هامة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 و2022. بادر بحجز نسختك من كتاب مدرس على الهوى في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا. كتاب مدرس على الهوى هو كتاب مستقل لكل مادة. يحتوي كتاب مدرس على الهوى في كل مادة على كم هائل من الأسئلة على كل أجزاء المنهج. سوف يتم حل هذه الأسئلة من خلال الشرح والتحليل على الهواء مباشرة في حلقات البرنامج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. توزيع الكتاب هيكون حصري من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.